السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل عمود يكون ليه شكل مثلا مختلف من فوق؟ اول حاجة نعملها ان انا هقول له ان انا عايز فاميلي، نيو فاميلي، هختارها عمود معماري او انشائي حسب ما انا محتاج. العمود مثلا انشائي، تمام، وهبدأ أرسم العمود اكستروشن اهوت. وأقفله بحيث إن المقاسات دي لما تتغير شكل العمود بيتغير، تمام. طيب وبعد كده هرسم الشكل اللي أنا عايزه فوق أيا كان الشكل، وليكن مثلا هرسمه هنا في الإليفيشن، تمام، ده العمود اهوت. أقدر بقى أرسم خط هنا بحيث يبقى معروف إن ده الجزء اللي فوق، هعمل له دايمنشن من هنا لهنا، وممكن اروح اقفله بحيث ان هو ما يتغيرش، وهخلي دوت المسافة دي هتتغير، تمام. يعني ده هنا مثلا جراوند، ده الدور الاولاني، وده هنا اللي هيترسم هيكون ثابت في المكان دوت. طيب انا هاجي بقى دلوقتي كرييت، وهقول له انا عايز هرسم انا شكل هنا مثلا، تمام، وبعد كده اعمل له ريفولف، فاقول له ريفولف، تمام، وهبدا ارسم الشكل اللي انا عايزه، وليكن مثلا على سبيل المثال من هنا كده لهنا لهنا، تمام. وبعد كده هاخد شكل القوس لهنا بالشكل دوت، تمام، واتاكد ان هو منظبط على الاعدادات، مش هيبقى فيها مشاكل. تمام، واقول له اوكي، بيقول لي حدد الاكس، هقول له الاكس لاين بتاعي اللي هو دوت، يبقى عندي العمود بالشكل دوت. تعال نشوف ال 3D، تمام. في حاجة محتاج ان هو يظبط الناحية التانية، تمام، اجي هنا اعمل سيلكت edit revolve، تمام، AL هنا هنا، تمام. هو عايز بدل ما هو مرسوم على الجانب دوت، فانا عايز اقول له لا، اخليه مثلا من هنا لهنا، فهعمل ايه، هروح للسيلينج، تمام، عايز دوت يبقى بدل ما هو مرسوم على هنا يبقى مرسوم على الخط دوت، فاقول له edit work plan، واحدد البلان دوت هيتنقل بالشكل دوت، تمام. اقول له بعد كده load into project، وراح محمله في المشروع اللي انا شغال فيه، اقول له فيرتيكال كولوم هينزل معايا بالشكل ده، تمام. هبدا اديله بقى المقاس، اقول له مثلا من الدور دوت للدور التاني يطلع معايا بالشكل ده، طب للدور التوب يطلع معايا بالشكل ده. يبقى انا كده عملت عمود ورسمت شكل، وبتقدر ترسم اي شكل انت عايزه بنفس الطريقه دي، عمل فاميلي.